هذا وقد أقامت سفارة المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين حفل استقبال بمناسبة عيد العرش والذكرى 25 لتولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم، بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة، والشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من أصحاب السعادة المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. بهذه المناسبة أعرب الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن خالص تهاني مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتبريكاتها للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في احتفالاتها الوطنية وتمنياتها لها بدوام الرفعة والتقدم والازدهار. أشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالروابط الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في جميع المجالات. من جانبه أعرب سعادة السفير المغربي مصطفى بن خي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على اهتمامها بتوطيد أواصر التعاون الثنائي والشراكة الأخوية بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين في ظل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. سعيد اليوم بتواجدي في احتفال السفارة المغربية بعيد العرش للمملكة المغربية الشقيقة، واليوم تواجدنا الحقيقة يؤكد عمق العلاقة بين البلدين وفي يعني مختلف أوجه التعاون، ولا شك أن العلاقة بين البلدين الشقيقين في ظل التوجيهات السامية من سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم وأخيه جلالة الملك محمد السادس دائما في نماء وتطور في جميع المجالات. الحمد لله اليوم هذا الحفل الجميل التقينا فيه بإخواننا في السفارة المغربية والدبلوماسيين والوزراء والكثير الحقيقة من الشخصيات المجتمعية المهمة، فكان فرصة جميلة الحقيقة للقاء بهم والاحتفال بهذا اليوم المميز. في الحقيقة اليوم نحن سعداء بحضورنا حفل عيد العرش لجلالة الملك محمد السادس في ذكرى 25 عام على تقلد الحكم، وفي الحقيقة احنا نبارك لجلالته ومبارك للشعب المغربي الشقيق، وإن شاء الله دائما في تقدم وازدهار. وفي الحقيقة هناك قواسم مشتركة بين البحرين والمغرب على المستوى يعني القيادي وعلى المستوى الشعبي، وإن شاء الله مزيد من التقدم والازدهار لشعب المغرب الشقيق. احنا اليوم كيشتو يعني كان حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد. أنا كي قلت يعني من قبل يعني الفرحة فرحتين، لأنه الحمد لله كنحتفلوا جميع المغرب والبحرين باليوبيل الفضي لتولي صاحبي الجلالة مقاليد الحكم في البلدين الشقيقين. يعني الفرحة مزدوجة، وإنما تزادت فرحة ثالثة هو لما شفت هذا الكم والنوع تبع التغطية الإعلامية اللي خصصها الإعلام البحريني لهذا المناسبة ولهذا حفل الاستقبال. أنا تابعت جميع وسائل الإعلام، التلفزيون، وكالة الأنباء، الجرائد الوطنية كلها. يعني أنا كنتقدم بالشكر الجزيل ديالي للسيد سعادة وزير الإعلام والجميع العاملين في قطاع الإعلام، يعني بجميع وسائله المرئية المسموعة المكتوبة والمواقع. يعني هذه التغطية كتدل على يعني هذه الروابط القوية وهذه المحبة اللي عند الشعب البحريني والبحرين للمغرب، وهذه التغطية ما كانت تكون يعني بهذا الكم وهذا الكيف لولا أنه هناك يعني توجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أنا كنشكركم بزاف يعني، وكنتمنى منكم تنوبوا عليا باش تبلغوا الشكر ديالي لجميع الإعلاميين البحرينيين على هذه التغطية اللي واكبوا بها هذه المناسبة الوطنية العزيزة.